بان لك من هذه الوقفه ما تبلغنيش انا وانا كنقول لك ما تبلغنيش انا كنقول لك انا نكمل لك كاين تعنيف ديال الاطفال ديال النساء كاين تعنيف المواطنات المواطنين اللي لا 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 انا هادشي علاش كاينه لا صافي كاين المنع صافي هذا كل هي كاين المنع لا انا ما تقوليش شي انا ما تقوليش واش كاين المنع ولا لا انا ما تعيت لهاد الصحافه لا لا علاش غنحيد غير بالي كلشي ديال الصاله علاش غنحيد من هنا حيد هاد الناس اللي واقفين هنا ونحيد ديروا انه ديروا حاله طوارئ ماشي حاله طوارئ حاله ديال استثناء علنوها هي كاينه وعلنوها وقولوا لنا ان ما تخرجوا الا بشي حاجه اخرى فعطيك ساعات وهذا الطون كما معلن حتى حاجه رسميه عندي الحق نوقف هنايا وملي نعتوا كاع عباد الله كاملين نعتوا عباد الله كاملين ما يبقاوش هنا راه كلشي فناه لا كلشي فناه في الساحل اصي ها هما هما الناس واقفين تما هذه تتسنى الطوبيس انا كنتسنى الطوبيس انا كنتسنى الطوبيس انا ما كنتسنى الطوبيس ما نخش نقط الطوبيس هما ماشي كنتسنى الطوبيس الساحات اش لا علاش ما نخش هذا راه غير يومي هادي علاش ما عنديش ما يدار شوف انا نخرج غير عواطف عواطف حنايا لسنا معنيات ولا معنيين كجمعية مغربية حق الإنسان بهذه الوصفة حنايا معنيين بالخروقات اللي كيتعرضوا لها المواطنين والمواطنات من طرف ديالكم نتوما السلطات العمومية وحنايا كنرصدوا الخروقات بغيت تمنعني من رصد الخروقات هذا حاجة أخرى هذا نقاش آخر أما أنا شغلي هو هذا ديال أنني كنكتب فقط وإلا كتبت شي حاجة زايدة شي حاجة زايدة عليكم ديك الساعة هذا كاين يا سيدي تخرج والله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.